بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس القصير جدا، هل يمكن الحجامة أن تعالج العقم؟ هناك دراسات قليلة جدا في هذا المجال، ولكن بعض الباحثين يؤكدون ذلك. فقد تم تطبيق هذه الحجامة على بعض حالات الضعف الجنسي وحالات العقم، قد حصلوا على نتائج مبشرة في هذا المجال، حيث زادت عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل بعد الحجامة، ولكن الأمر يتطلب مزيد من التجارب والدراسات والبحوث، والله أعلم.